الراجل والست بيكملوا بعض كل واحد ليه دور وليه رسالة مفيش واحد فيهم دوره أهم من التاني وإحنا ببرنامجنا ضد الرجالة عفوا أشباه الرجال بنعرض معاناة الست مع أشباه الرجال تابعوني على المنصات اللي هتظهر قدامكم على الشاشة النهاردة موضوعنا موضوع مثير للجدل في بيوت ناس كتيرة قوي وخراب بيوت لناس كتيرة قوي وهو الراجل ابن امه الراجل بنمه بيخلي هو المفروض احنا تعودنا ان الراجل هو عمود البيت هو اللي بيتخذ القرارات هو المسؤول عن الاسرة وعن كيان الاسرة هو المرشد للاسره فلما بيكون الـ الـ الاب او الزوج او الراجل رب الاسره ابن امه بيرجع في كل قراره وفي كل خطوه لوالدته فده طبعا بيعمل خلل اسري كبير قوي وبيعمل مشاكل كبير قوي وبتؤدي احيانا في حالات كتير قوي لما بتقدرش تتعامل معاها الى الطلاق طيب الراجل ابن امه خلينا نقول ان احنا ما نتعاملش ان هو عنده اضطراب سلوك ولا اضطراب شخصيه ولا حتى عنده مرض نفسي هو شخص بس اتربى تربيه خطا كان عيب في التربيه بتاعته الراجل ابن امه من هو صغير كان يا اما ما عندوش قدوه ذكوريه داخل البيت اللي هو والدته هي اللي كانت بتدير البيت او والده مش موجود او والده مسافر او والده متوفي او والده مش فاضي او سوري في اللى هقوله ان الـ الـ الست هي اللى كانت بتمشى كلمتها فى البيت والراجل كان غير مؤثر فى البيت فطبعا كبر ان هو والدته دايما المسيطره وهى صاحبة الكلمه الاولى فى البيت وهى المرشده ليه في كل قراراته فده خلاه عنده عدم ثقه بنفسه واهتزاز واحيانا بيبقى عنده عدم ثقه في الاخرين وما عندوش ثقه غير في والدته بس وان هي الوحيده اللي فاهمه الدنيا صح وان هي الوحيده اللي دايما هتاخد القرار الصح ودايما هتحميه فهت... فهتختار له الانسب ليه فبالتالي اصبح شخصية مهزوزة ولازم في كل حاجة في حياته يرجع لوالدته حتى وان كان بيرجع لوالدته في اختيار شريكة حياته ودي الكارثة الكبرى طيب أنا دلوقتي الراجل ابن أمه ازاي أعرفه؟ يعني أنا دلوقتي اتجوزت واحد عادي جدا واحنا في حياة عادي أجي أطلب منه حاجة وأقول له عايزين نعمل كذا يقول طب اديني وقت أفكر أو هرجع لوالدتي وأرجع أقول لك هنعمل هنا بقى هي دي الحدوة زي ما بنقول اللي لافف عليها كل السير بتاع القرارات والاسره. لو ما خدناش بالنا من النقطه دي هنلاقيها بتتدرج في كل حاجه. مثلا هو هو خاطب فرايح لخطيبته اجيب لها عشان يجيب لها شوكولاته لازم يستأذن من مامته، عشان يجيب لها هديه في عيد ميلادها لازم يستأذن من مامته، كل حاجه بيرجع فيها لوالدته، عشان كده بنسميه راجل ابن امه. او احيانا مش بتبقى مامته بتبقى اخته. يعني المهم ان هو المرجع ليه بيبقى انثوي. طيب دلوقتي احنا وصلنا لمرحله ان في بيوت كتير قوي اتهدت وحصلها خراب وما كملتش بسبب الراجل ابن امه وسبب ان الام متمسكه بالحته دي قوي شايفه ان الست اللي جايه تتجوز جوزها هي بتخطفه منها فاوريدي هي ما عندهاش تت ما عندهاش استعداد إنها تتنازل عن في مقابل سعاده ابنها او بناء اسره جديده لابنها عشان تشوف اولاده او عشان تشوفه مستقر فبالتالي بتبقى عامل مساعد في خراب البيت طب لو انا جوزي او خطيبي ابن امه ابدا اتعامل معاه ازاي علم النفس بيقول او المتخصصين نبدا نقول اول حاجه ان انا ابدا اتكلم مع الزوج في خصوصيه البيت وان مشاكلنا ما ينفعش تطلع برانا لان ده بيؤدي لعواقب كتير وزي ما بنقول اي حد بيتدخل في اي مشكله بين الزوجين فالمشكله دي بتكبر وابدا اقنعه والح عليه ده تاني حاجه ابدا افهم منه هو ليه بيرجع لوالدته في القرارات اللي بياخدها في حياته ايه السبب بعد ما افهم السبب لرجوعه لوالدته في اتخاذ القرارات الخاصة بيه شخصيا او ببيتنا او بحياتنا ابدا احاول هنا ابقى البديل الاخر لوالدته في اتخاذ القرارات خامس حاجه ودي الاهم ان انا دايما اقنعه واتكلم معاه اي قرار انا هاخده انا المسؤوله عن العواقب بتاعته وانا اللي هتحمل نتيجته ولو حصل كذا فانا المسؤوله الغي عنه المسؤوليه لان هو احيانا بيبقى خايف ياخد اي قرار لانه ما عندوش استعداد او زي ما قلنا شخصيته ما عندهاش استعداد ان هي تتحمل العواقب بتاعته اللي ممكن تحصل او احساس الفشل اللي ممكن يجي نتيجه القرار ده سادس حاجة ودى الاهم كمان ان لو فى اى رباط مادى او او عملي بينه وبين والدته او بينه وبين عيلته او اخواته البنات ده بيؤثر كتير قوي في ان هم يتدخلوا في حياته او ان هم يكونوا ليهم الجانب المادي اللي بيصرف على البيت الاكبر يكون هو مثلا ساي بيشتغل في شركه والدته او في شركه والده فبالتالي الفلوس بينهم متقاسمه فبالتالي والدته بتقدر ان هي تتحكم او تقدر تعاقبه العقاب المادي او تقدر ان هي ما تديلوش الماده او احيانا بتكون هي اوريدي اللي بتصرف على الاسره بتاعته أو او على بيته فلو ده موجود لازم يحصل انفصال المادي والعملي ده عشان يكون الزوج مستقر لوحده عشان يقدر ان هو يدير البيت لوحده سابع حاجة اتجنب ان انا في خلافاتنا او حصلت اي مشكلة خاصة بـ بـ برجوعه في اي قرار في حياتنا لوالدته ان انا اهينه او اقوله انت مش راجل او انت مش قادر تاخد قرار او انت ضعيف الشخصية او ان انا هين والدته لان هو ساعتها هيجيب نتيجة عكسية ونتيجة سلبية وهيتشبث برأيه وهيتشبث وهيميل اكتر ناحية الضفة التانية اللي هي ضفة الوالدة فكده هتبقى انت الجانب الخسران آه النقطة اللي بعد كده ان انا اشوف ايه الـ 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 أو إيه النقاط اللي بتساعد الـ 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 رب الأسرة أو زوجي أو خطيبي ده إن هو متعلق تعلق نفسي بوالدته أو اللي بتخليه خايف ياخد قرار واحاول ان انا احفز جواه احساس ان لا ما تخافش لا مش هيحصل لا مش هنعمل لا مش هنسوي انا ايدي في ايدك وتعالى نعمل وتعالى, وتعالى 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 لازم يكون ولازم يكون النقطه اللي بعدها عندك صبر طويل جدا لان طبعا هو اتربى منذ الصغر وده عيب تربية فمش هتيجي انت بين يوم وليلة هتغيري التعامل ده لا هيحتاج منك صبر وهيحتاج منك مجهود وهيحتاج منك الحاح وهيحتاج منك حكمة في التعامل عشان توصلي بيه للمرحلة اللي انت عايزاها لو فشلنا في كل النقاط دي نيجي بقى للنقطة العشرة والأخيرة ان انا ألجأ باتجاهي أحود الدفة بتاعتي من والدته من سوري من, من هو لوالدته وابدأ ان انا اتكلم مع والدته فى ان دلوقتى انا بيني وبين جوزي واحد اتنين تلاته ودي حياتنا الخاصه ودي دنيتنا ودي كذا وحضرتك بتدخلك ممكن تكوني بتسببي في مشكله واحد اتنين تلاته بيني وبين زوجي وانا مش قادره ادير حياتي بالطريقه دي ومش قادره اعيش بالشكل ده وانا مش حابه ان ده يكون سبب في خراب بيتي وتبداي ان انت تتكلمي معاها لازم يكون بحكمه وبادب وباحترام عشان هي ما تقلبش تدفع عليكي او تقلب الموضوع عليكي ويبدا يحصل خلاف بينك وبينها فتبدا ان هي تشحن الزوج ناحيتك ونبدأ بقى في القصة التانية أو الجانب التاني اللي هو مراتك عايزة تخطفك مني مراتك بتكرهني مراتك عايزة تبعدك عني انت خطا انت جاية تخطفي ابني مني انا مش عايزاكي وتبدأ تشحن زوجك وتوصل هنا الموضوع ان طلقها احنا مش عايزينها وساعتها هيسمع كلامهم لأنه هو اوريدي وصلش معاكي لمرحلة العلاج السلوكي اللي انت بتحفزيه ليه عشان توصلي بالعلاقة بتاعتكو لبر الأمان وفي نقطة كمان أساسية لما تبقي قاعدة مع حماتك ايا كان اللي حصل بينك وبين جوزك دخلت بيتك وانت متضايقة مع جوزك وانتوا مخنوقين وانتوا متخنقين مع بعض وانتوا عندكم خلاف بسببها ما ينفعش تحس ان في خلاف بينكم لازم تحس ان انتوا مبسوطين لازم تحس ان انتوا سعدة ما ينفعش ابدا تقولي لها ابنك عمل ابنك سوى ابنك قال ابنك كذا انت السبب عشان عملتي كذا ليه لان ساعتها هتبقي بتديها المدخل اللي بتدخل بيه حياتكم وتتدخل اكتر وتتزرع اكتر في وسط مشاكلكم دي طريقة التعامل الصحيحة اللي فيها حكمة والسلوكية والنفسية اللي تقدري تعاملي بيها مع زوج المستقبل او خطيبك لو لسه ما تجاوزتوش عشان تقيمي فيه حتة ان انا ارجعه تاني يعتمد على نفسه وياخد قراره ويبقى واثق من نفسه في اتخاذ القرار وان هو يدير بيتي لوحده بدون الاعتماد على عنصر انثوي سواء اخته سواء امه وعشان ما يبقاش راجل ابن أمه. وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده في ضد الرجاله وما تنسوش اللايك والشير وهستناكم الحلقه الجايه وتابعوني في كل المنصات اللي هتظهر عندكم على الشاشه دلوقتي